بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هادي الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر مجلسنا يا رب العالمين. قال أمير الصنعاني رحمه الله تعالى في قصر السكر نظم نخمة الفكر: تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بانحصار، فالأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين، ثانيهما يدعونه التواتر، ترى به علم اليقين حاضرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن هذا الكلام فيه مجموعة من الأنواع والعلوم، وهو الآن يتكلم عن الخبر: الخاء المعجمة والباء الموحدة التحتانية والراء المهملة، معنى لغوي صحيح كما قال أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة، يدل على الإخبار ويدل على الإنباء، يدل على الإنباء. وهذه لفظة يدخل فيها الأثر ويدخل فيها الحديث. فالخبر لفظة أعم من الأثر ومن الحديث، فيدخل فيها ما كان من الأخبار مرفوعا للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وما كان دونه صلى الله عليه وسلم كموقوف على الصحابة، أو ما كان مرسلا أو ما كان للتابعين. إذن الخبر معنى أعم، حينما تحدده تقول: جاء في الخبر عن خير البشر، هنا نعلم أنه ماذا؟ أنه حديث. أو جاء في الخبر عن ابن المبارك، فيعلم أنه قول ليش؟ لأهل العلم. أو جاء في الخبر عن عروة، فيعلم أنه قول للتابعين. فالخبر أعم والأثر دونه والحديث أخص، وكل قول وفعل وتقرير وصفة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا كأن المصنف رحمه الله لا يفرق بين الخبر والحديث، يعد الخبر حديث، يعد الخبر أنه من إيش؟ يعد الخبر أنه من الحديث. ثم بعد ذلك يأتي لنوع آخر وهو المتواتر. المتواتر والآحاد هذه التقسيمات في الحقيقة إنما دخلت على علم الحديث من علم أصول الفقه، دخلت إلى علم الحديث من علم أصول الفقه. هذا الكلام عند الأصوليين، وهم قسموا هذا التقسيم المتواتر والآحاد. وإلا فعند أهل الحديث لم يتعرضوا لهذا التقسيم، ولذلك كانوا يقسموا الحديث إلى صحيح وإلى ضعيف، إلى صحيح وإلى ضعيف، وبينهما الحسن كمر معنا في البيقونية. فهذا عند أصول الفقه هم الذين يقسمون هذا التقسيم. طيب الآن المتواتر، ما معنى المتواتر؟ المتواتر المتفاعل، وهو أو التواتر معناها المتتابع، رسلنا تترى، يعني إيش؟ متتابعين. هذا معنى الحديث إيش؟ المتواتر، الحديث المتتابع. والتواتر نوعان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي هو الذي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو الذي من كل طرقه متفق في لفظه، ومثاله: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم. هذا متواتر لفظي. المتواتر المعنوي اللي هو يختلف في ألفاظه من طريق لطريق ومن شاهد إلى شاهد، ومثال ذلك أحاديث رفع اليدين في الصلاة، أو أحاديث رفع اليدين في الدعاء، هذه بلغت التواتر. لكن التواتر ليش؟ المعنوي، لأن في كل طريق اللفظ ماذا؟ اللفظ مختلف. ولذلك السيوطي بوب كتاب بعنوان: فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين فين؟ في الدعاء. التواتر أيها الكرام الفضلاء ألفت فيه كتب،
ألف فيه أبو الفيض الزبيدي المولود 1145 هجرية، ألف فيه كتاب وجعله بعنوان لقط اللآلئ في الأحاديث المتواترة، وألف فيه السيوط المتوفى سنة 1199 بعنوان نثر الأزهار في الأحاديث أو الأزهار المنثورة في الأحاديث المتواترة. إذن هناك فيها كتاب، هناك كتابان ألف في ذلك للزبيدي وللإمام السيوطي، جمع كل الأحاديث إيش؟ المتواترة، جمع كل الأحاديث المتواترة. السيوطي سماه بعنوان الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، والآخر الزبيدي لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة. هذا للزبيدي وهذا للإمام السيوطي. نأتي الآن الحديث المتواتر، إيش هي صفاته؟ له أربعة أركان: يرويه الجم الغفير الذين لا يتواطؤون على الكذب. طيب، الجم الغفير دول ممكن يكونوا كم؟ أهل العلم لم يتفقوا على عدد، قالوا ممكن يكونوا أربعة. ليه؟ قالوا لأن الأيمان التي يحتاج إليها في أغلظ جريمة كالزنا كم يمين؟ أربعة أيمان. ناس تانين قالوا لا، خمسة. ليه؟ قالوا لأن الأيمان اللي في اللعان كم؟ والخامسة، صح ولا لا؟ خمسة. وبعضهم قال لا، 50، عشان القسامة تحتاج إلى 50 إيش؟ يمين. وهكذا اختلفوا ولم يقفوا فيها على 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 عدد معين، لكن هو يرويه جم غفير. كم عددهم؟ يعني هنا قال لك 2 فما فوق أقلها. في كل طبقات السند، في كل طبقات السند يكون هذا جمع عن جمع عن جمع عن جمع عن جمع إلى غير ذلك. إيش معنى يرويه الجم الغفير؟ يعني إحنا في المجلس هذا مثلا 20-30، صح ولا لا؟ 20-30 دول في بلاد متنائية، واحد في الشام، واحد في البصرة، واحد في الكوفة، واحد في الحجاز، واحد في مصر، واحد في السودان، وروا نفس إيش؟ الخبر، نفس الحديث. هل تتوقع دول كلهم إن هم يتواطؤون فيما بينهم أنهم يكذبون؟ شيء يعني impossible، صح ولا لا؟ لأن هدول في كل واحد في بلد مختلفة، ولا وسيلة ليش؟ للتواصل، صح ولا؟ هذا معناها الجم الغفير، عن الجم الغفير، عن الجم الغفير في كل طبقات إيش؟ في كل طبقات السنة. هذا رقم واحد، يرويه الجم، عن الجم، عن الجم الذين لا يتواطأ مثلهم على الكذب. الأمر الثاني أن يكون ذلك في كل طبقات إيش؟ الإسناد. الركن الثالث أن يكون شيئا حسيا محسوسا وليس رواية متوهمة. نضرب مثال: الآن ملايين متواطئون على عبادة بوذا، صح ولا لا؟ لكن هل هذا الأمر لشيء ودليل حسي ولا شيء إيش متوهمون فيه؟ ها؟ متوهمون، صح ولا لا؟ ما فيش ولا شيء حسي. فهنا معناه الجم مع الجم مع الجم يكون لشيء إيش حسي. الركن الرابع أنه يفيد العلم وليس التوهم والتخرص، يفيد إيش؟ العلم. هذه أربعة أركان في الحديث إيش المتواتر: أن يرويه الجم الغفير الذين لا يتواطؤون على الكذب، وأن يكون ذلك في جميع طبقات إسناده، وأن يكون شيئا محسوسا وليس متوهما متخيلا، وأن يفيد ماذا؟ أن يفيد العلم. طيب، أهل العلم يقولون بالنسبة لحديث المتواتر لا يحتاج أن ننظر إلى سنده. نقول لا، أي حديث ينظر إلى سنده إلا القرآن، إلا الإيش؟ القرآن، لأنها تواترت رواياته. وإن كان مرات في بعض طبقات السند يكون راوي إيش؟ راوي واحد، لكن ما دون ذلك ينظر في ماذا؟ ينظر في سنده. بعدين حجينا حديث الآحاد، الحديث الآحاد. طيب، قالوا الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني،
وثبوته ثبوتا يقينيا. وان كل الكلام ده كلام اصول الفقه، ده ما هو كلام ايش يعني، هذا التقسيم من حق اصول الفقه مش حق اهل الحديث. طيب قالوا لو قل عدد الجم الغفير في الحديث المتواتر ماذا يصبح؟ قال يصبح حديثا مشهورا. فكل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر. ومن هنا يرحمكم الله يقولون حديث إنما الأعمال بالنيات غريب في أوله مشهور في آخره، لم يروه عن عمر إلا لم يروه إلا عن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد إبراهيم التيمي يحيى الليثي، وعن يحيى الليثي هذا كله غريب واحد واحد في كل، وعن يحيى الليثي أخذه 150 نفسا. فغريب في أوله مشهور في إيش؟ مشهور في آخره. بالنسبة لأحاديث الأحاد هي أقل من التواتر طبعا، فهنا فرق بعض الناس قال لك الأحاد لا يؤخذ به في الأحكام، قلنا هذه فرية وكذبة. كل أهل المذاهب، الإمام السرخسي في المبسوط، والإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وعند الحنابلة، وعند الأحناف، وعند كل الأصحاب المذاهب، قالوا إذا كان الحديث حديث أحد وثبتت صحته عمل به، يفيد العلم يفيد العمل للعلم. قالوا يفيد إيش؟ العمل، يعني يعمل إيش به، لكن ما يفيد إيش؟ العلم، يعني ما هو يفيد العلم لكن يفيد ماذا؟ العمل. لكن نقول إذا ثبت وصح الحديث يفيد العلم والعمل، فإن عملت به فقد علمت إيش؟ علمت به. هذا هو ملخص هذه المسألة. الآن اقرأ بيتا بيتا فيما قاله الناظم. قال ماذا؟ وكل ما يروى من الأخبار، أقول الأخبار جمع خبر، يعني هو يقصد الأحاديث، ويقصد ماذا؟ لا يفرق بين الحديث والخبر والأثر. نعم، إما بحصر أو بلا انحصار، إما بحصر يعني في عدد الرواة وفي طبقات الرواة، أو بلا انحصار اللي هو الجم الغفير عن الجم الغفير اللي هو الحديث إيش؟ المتواتر. نعم أيوة. فالأول المروي بفوق اثنين، أيوة اللي هو أيوة الأول مروي بفوق اثنين، أيوة أو بهما أو واحد في العين، أو بهما أو واحد في العين، يعني يا فوق اثنين أو باثنين أو يرويه إيش؟ واحد. نعم. ثانيهما يدعونه التواتر، أيوة ده كله اللي هو الحديث اللي هو النوع الأول اللي هو حديث إيش؟ الآحاد أو الغريب أو المشهور، كل الأنواع اللي هي. والثاني ثانيهما يدعونه التواتر، أيوة اللي هو الذي يروى بلا انحصار، جم غفير عن جم غفير عن جم غفير إلى نهاية سلسلة السند. نعم. ترى به علم اليقين حاضرة، أيوة هذا قالوا التواتر هذا يفيد العلم ليش؟ يفيد العلم اليقيني. نعم. تعريف خبر الواحد وأنواعه، حسبك صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.